بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا متابعينا الكرام، أسعد الله دائما أوقاتكم بكل خير. نحييكم بأجمل تحية عبر هذه الانطلاقات وعبر هذا المهرجان السنوي الكبير. شوط ينطلق بحفظ الله ورعايته، يحمل بطياته تعداد الشوط 18 الذي حصد هذا الشوط لفية الجعدان لسن الحجاج. المسافة هي المغررة، ألا وهي الأربع كيلومترات. الحاضرة لجميع المتابعين، نرحب بكل المشاركين، نرحب بعشاق المتابعة الذي أتوا من شت وصوب للمشاركة. إذا نسير بحضراتكم أيها حفل الكريم والمشاهدين. أتابع الصدارة، هناك شاهين على البداية، عبد الله بن أحمد الظاهري الذي يتولى الانطلاق الأول، بينما أسير مباشرة على المركز الثاني الغدوم الذي انطلق بهذا المسار الجميل، يحمل هذا التحدي الكبير. هناك السريع الذي قادم، عبد الله بن مطر انطلق على المركز الاول حتى هذه اللحظات. اتابع المركز الثالث الغدوم الذي طرى وجرى، هناك يحمل هذا التحدي النصر بطريقه. هادي بن محمد العامري الذي يطير الى المسار الثالث. اما المركز الرابع مشاهدينا الكرام، هناك الانطلاق الكبير، هناك التحديات الذي تاتي بكل حذف وصوب. اتابع الغدوم من قبل، هناك مشغل او مشعل بطريقه بقياده بخيت بن ناصر العامري ينطلق الى المركز الرابع، ولكن مركزنا الخامس. اسير بالمتابعه، اتابع مركزنا الخامس الغدوم. ما شاء الله الغدوم الذي طرى وجرى، يحمل هذا التحدي الجميل الى البدايه. هناك الانطلاق الاول. أعود مباشرة إلى الصدارة، أتابع المركز الأول. أسير مباشرة إلى البداية إلى المركز الأول. هناك العابر الذي انطلق إلى الصدارة، الذي عبر مع الإنجاز، حمدان بن محمد بن حمد العامري يسير على الصدارة، ينطلق مع البداية. أتابع المركز الثاني الغدوم الذي طرى وجرى عبر هذا المسار. هناك يتابع ناخذ المركز الثاني، ناخذ المركز الثاني. هناك السريع الذي قادم، عبد الله بن مطر الذي هناك يتابع المركز الثاني، ولكن التحركات، التحركات الغدوم القادم. ارصد يا من تتابع، ارصد يا من تراقب. هناك الغدوم، الله سليمان الهاجري الذي ينطلق، سليمان الجهني الهاجري، ولكن بعود الى الصداره، بعود الى البدايه. اسير على الصداره، اتابع البدايه. من له الانجاز الكبير، من له الانجاز العابر الذي عبر بالانجاز. الله، هناك حمدان بن محمد بن حمد العامري، ولكن الغدوم بالمركز الثاني. اتابع الغدوم، هناك نسناس عوض بن خابن خادم. الله الله، يا سلام، الناموس الى وين؟ الناموس الى وين؟ خلني مع البدايه، ما بين الرقص الثنائي، ولكن البدايه عندك يا ابو خادم. روح مع الصداره، مع البدايه، ولكن الغدوم العابر الذي انطلق بقوه، حمدان بن محمد العامري، العامري عبر بالصداره، عمر الى الانجاز. الله الله الله، اقتربنا 200 متر اخيره، 200 متر اخيره، لمن الانجاز؟ لمن الناموس؟ ولكن عندك يا العامري، شكرا يا العامري، لحظات الوصول بالمركز الاول. هناك على البدايه تهانينا لحمدان بن محمد العامري، لحظات الوصول بالمركز الاول تهانينا. اما المركز الثاني مشاهدينا الكرام، كان على طريق عوض بخادم بن سالم،
العيد الذي على المركز الثاني والمركز الثالث مشاهدينا الكرام. هناك من يحمل رقم هذا التحدي الكبير. إذا تهانينا على المسلم بن أحمد المزروعي على المركز الثالث ثم المركز الرابع 46. ناخذ مركز الرابع مشاهدينا متابعينا الكرام. كان من يحمل رقم 46 تهانينا بالمركز الثالث كان عن طريق كفو الذي حمل هذا الإنجاز الكبير. تهانينا لمالك كفو. تهاني لمبارك بن مسلم الذي كان بالمركز الثالث والمركز الرابع والخامس. ربما أترك المجال للجنة خط النهاية لهم كل الشكر والتقدير. أعود بالتوقيت الزمني مشاهدينا متابعين الكرام لحظات التهاني والناموس. تابعنا هذا العابر الذي حمل الإنجاز الكبير وسجل هذا العبور الجميل. هناك 6 دقائق 5 ثواني 9 أجزاء من الثانية. تهانينا لمالك العابر. شكرا يا حمدان بن محمد العامري على هذا الإنجاز. أما المركز الثاني كان من يحمل رقم 4 بالإنجاز الكبير. تهانينا وناموس. إذا تهانينا لعوض بخادم بن سالم الذي على المركز الثاني. 6 دقائق 6 ثواني 5 أجزاء من الثانية. تهانينا. أما المركز الثالث مشاهدينا الكرام 6 دقائق و8 ثواني وجزء واحد من الثانية بالوفاء والتمام. تهانينا لمسلم بن أحمد بن حمد المزروعي. تهانينا لجميع الفائزين.